السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مادة الأحياء للصف الأول الثانوي مدارس دار الثقافة الأهلية، عنوان الدرس الديدان الإسطوانية والدوارات. تعال نشوف يعني إيه الديدان الإسطوانية وخصائص الديدان الإسطوانية. الديدان الإسطوانية من اسمها بتكون إسطوانية الشكل مدببة الطرفين، التناظر بتاعها جانبي غير مقسمة، أطوالها مختلفة قد تصل إلى 9 متر كما الموجودة في الديدان في الحيتان. المعيشة بتاعتها في منها حرة المعيشة وفي منها متطفلة المعيشة. حرة المعيشة بتعيش في الماء العذب أو الماء المالح، والمتطفلة بتعيش على الحيوان أو الإنسان. تعال ندرس الخصائص الفسيولوجية للديدان الأسطواني. اول صفة اللي هي التغذي والهضم. طب بتتغذى على ايه؟ قال لك اللافقريات الصغيرة وبقايا النباتات والحيوانات المتحللة. طيب هل لها جهاز هضمي؟ قال لك نعم لها جهاز هضمي، يبدأ بالفم وينتهي بفتحة الشرج. طب في تطور في الجهاز الهضمي. طيب هل لها جهاز دوراني او تنفسي؟ قال لك ليس لها جهاز دوراني او تنفسي. طب كيف ينتقل الغذاء والغازات؟ قال لك ينتقل من خلية الى اخرى عن طريق الانتشار. طيب بالنسبة للاخراج، هل لها جهاز اخراجي؟ قال لك نعم لها قنوات اخراجية تمكنها احتفاظ بالماء داخل الجسم في اثناء معيشتها على اليابسة، ولها خلايا لهبية موجودة. طيب تعال نشوف بالنسبة للحركة والاستجابة للمثيرات. قال لك هل لها جهاز عصبي؟ قال لك نعم لها جهاز عصبي يتكون من حبال عصبية في على طول الجسم متصلة بعقد عصبية في مقدمة الرأس، تقوم أو تنظم استجاباتها للمؤثرات في البيئة، يعني تحس باللمس وبالمواد الكيميائية والتميز بين الضوء والظلام. الحركة هي حركتها بتكون منجلية أو حركتها زي الخيط الملتوي. طيب إيه سبب الحركة؟ قال لك 2 عضلات على طول الجسم هل تسبب انقباض وانبساط هذه العضلات، وعندك هيكل دعامي مائي هو عبارة عن سائل داخل مكان مغلق يعطي الصلابة ويقوي حركة العضلات التي تعمل في عكس الاتجاه. التكاثر، تتكاثر الديدان الإسطوانية جنسيا ولا تتكاثر لا جنسيا. الجنس منفصل يعني في ذكر وفي أنثى، والإخصاب داخلي حيث تضع الذكر الحيوانات المنوية داخل الأنثى ويتم التلقيح وتتكون الزيجوت اللي بينزل للبيضة ويكون اليرقة وهكذا. طيب لو كانت حرة المعيشة ملهزمهاش عائل، هي عائل واحد بس. لو كانت متطفلة لازم لها عائلين زي الإنسان والبعوض، الإنسان والحيوان، الإنسان وأي مخلوق آخر. طيب تعال نتكلم بقى على تنوع الديدان الإسطوانية. في منها أول شيء الديدان الشعرية، الديدان دقيقة تعيش في أنسجة لحم الخنزير، عشان كده متى يصاب به العائل نتيجة لأكل لحم الخنزير المصاب الغير مطبوخ جيدا، وبرضو الحيوانات أو لحم الحيوانات البرية اللي فيها هذه اليرقات. في الديدان الخطافية، كيف تنتشر الديدان الخطافية؟ تنتشر الديدان الخطافية نتيجة للمشي حافي القدمين، تدخل عن طريق الجلد، بتتحرك في الدم، تروح للرئتين، تروح للقصبة الهوائية، تروح للبلعوم، إلى أن تصل إلى الأمعاء الدقيقة وتثبت نفسها وتتغذى على دم المصاب والأنسجة، وعندما تبلغ تتزاوج طبعا الذكر والأنثى وتضع البيض، وبيخرج مع الإخراج بتاع الإنسان ويفقس في التربة الرطبة إلى أن يجي واحد ماشي حافي أو بيلعب في الرمل أو في بلاش الرمل في التربة فيدخل تخترق الجسم وهكذا. طيب تعال نشوف كمان الديدان الإسكارس. أكثرها انتشارا زي ما احنا شايفين
الذكر اهوت بيتميز عن الانثى خلاص، واللي بيحصل تزاوج يتضع البيض، والبيض بينتقل على الانسان مره اخرى عن طريق الخضار الغير مغسول جيدا او الايدي الملوثه. اخر نوع قبل الاخير من الديدان الاسطوانيه، ديدان الدبوسيه. طبعا دبوسيه بلاقي ايه زي ما انت شايف شكلها بهذا الشكل، دبوسيه خلاص بتيجي للاطفال لما تعوز الديدان تضع البيض، تضع حول فتحه الشرج فيكون عن طريق احتكاك او الهرش في هذه المنطقه بتنتقل هذه البيوض الى ايدي الفرد او الطفل وتحت اظافره، وتنتقل عن طريق اللعب مع اصحابه، عن طريق تبادل الالعاب، عن طريق تبادل قطع الغذاء، ينتقل الى الطفل الاخر. البيض طبعا. ديدان الفيلاريا، ديدان الفيلاريا ديدان بتعيش في الجهاز الليمفاوي، الجهاز الليمفاوي لما بتكبر وتتغذى ويكثر عددها بتعمل انسداد للاوعيه الليمفاويه، مما يؤدي الى الاصابه بمرض الفيل زي ما انت شايفه في الشكل كده. طيب ايه اللي بينقل هذا المرض؟ البعوض بتيجي من الشخص المصاب، بتاخد الدم المحمل بالبيض وتنقله لشخص اخر وتتم دوره الحياه. في شيء اسمه الدورات، الدورات دي بتكون متشابهه مع الديدان الاسطوانيه في كثيرا من الصفات، عشان كده ورا بعض في التقسيم قال لك التنازل الجانبي، ولها تجويف جسمي كاذب، لها قناه هضميه زي بالظبط زي الديدان الاسطوانيه، فيها فم وفي شرج يتبادل الغازات او في عن طريق الانتشار، توجد في منطقة الرأس بقع عينية ومجسات، وتتكاثر جنسيا، ولكن تختلف على الديدان الاسطوانية في أن لها دورات أو عجلات اللي بتدور كده في الموية وبتستطيع أن تحصل على غذائها أو تتحرك بهذه الدورات، عشان كده سموها العجليات أو الدورات. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.